شكرا للقناه المحترمه. يعني المشكل ديالنا تقريبا هذه المده ديال عامين وحنا كنجرو فيه. يعني باختصار دابا وصلنا للمراحل المتقدمه في الملف، يعني الوثائق اللي كنطلبوا منا دار الخدمات يعني وجدوهم كاملين، من الوثائق ديال لاليديك ديال لوينو، وثائق ديال البومبيا، يعني ديال اتصالات المغرب، ديال لاجونس اوربان، يعني كل شيء يعني فافورابل. يعني كنتسناو الدوسير عند الاستاذه سميره اللي في دار الخدمات، يعني كنتسناو السيد العمده ان شاء الله يتوصلها الملف وتوقع علينا باش دير ارساليه لمقاطعه مرشيد ونسلموا الرخص ديال البناء ديالنا. حنا دابا الاشكال عندنا هو في رخص البناء، لان يعني كانوا كيقولوا المنتخبين السابق والمسؤول السابق بان الملف غير كامل. يعني حنا بجهد يعني كبير استطعنا نوفروا هذه الوثائق، يعني واخا باش الاختصاص ديالنا جردينا بزاف، الحمد لله توفقنا نوجدوهم. دابا الملف عند الاخت سميره وربما طلعات السيده نبيله الرميلي العمده ديال المدينه الدار البيضاء، نظرا للانشغالات يا ربما كيكون مشتغله بزاف دابا عند مع بدايه المجلس عندها انشغالات كبيره. كنتمناو هذا الملف حتى هو ياخذ الحق ديالو ويكون من الاولويات، لان الناس فيه بزاف يعني تعذبوا وتمحنوا، وناس عندهم الكرا كاين اللي كاري خيط بقعه باش يتنفس باش يتوسع، ولا دابا كيخلص الكرا وكيخلص بزاف المصاريف والضريب على الارض العاريه. يعني الى تكرمات وتفضلات وقعت لنا الملف هذا اقرب الاجال تقريبا جاهز غيكون خير، وتال الناس على الاخوان والمشارين غيكونوا تما منفسين وينوضوا يبنوا البقع ديالهم. وهذا هو الموضوع. يعني حنا كما قلت لك دابا عام وحنا كنجرو في الملف، يعني كان اتصالات وكان لقاءات، ولكن الملف خايب واحد الصعوبه، واش كانت هي صعوبه شخصيه ولا صعوبه تقنيه ولا صعوبه سياسيه ما نقدرش نعرفوا. حنا مهم ولينا كنديروا شغل المقاول وشغل الاداره، يعني كنجريو بالاتجاهات كلها باش نفكوا الموضوع ديالنا. وكما قلت لك يعني وصلنا نتائج محموده في الملف، يعني من ناحيه الوثائق ما هو اداري تقني، يعني الوثائق تم جاهزه، يعني خاص على السيده العمده الله يجازيها بخير تكون الاذن ديالها ساغيه، ويعني وتوقع لنا هذا الملف، لان الملف ربما راه عندها في البيوم ديالها على حساب القول ديال الاستاذه سميره، لان الاستاذه سميره هي الاداريه اللي مكلفه بموضوع الملف، تكون عندها باش توقع، وهي غادير ارساليه اوتوماتيكمون لمجلس مقاطعه مولاي رشيد باش يسلموا الناس الرخص ديالها. يعني مطلب بسيط ولكن تمحلنا فيه شويه، كنتمناو يسمعوا. اما اتصالات كانت هي اتصالات مستمره عامين ما وقفناش تقريبا، راه شهر 12 غيكملوا عامين اكزاكتومون.